يعني نورنا دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يعني التايتل كبير شوية، بس صباح الخير يا دكتور محمود. بقى احنا حفظنا حضرتك والناس حفظتك، خلاص بقى صباح الفل. صباح الفل يا استاذ عوان، ده اهلا بحضرتك كريم. صباح الفل يا دكتور محمود، المشاهدين اهلا بيكم. طيب احنا عندنا كده إشاعة وحضرتك بتأكد لنا، يعني في كلام عن ارتفاع الحرارة الأسبوع ده في مصر، ويعني بيتقال ان هو هيبقى نار. وكمان لو نسأل حضرتك ونطمن عن برضو الطقس في يعني كازابلانكا في المغرب تحديدا، لو حضرتك تطمننا عشان نبقى برضو عندنا فكرة. اتفضل يا دكتور. هو طبعا حضرتك احنا بالفعل احنا في موجة شديدة الحرارة بقالنا كام يوم. امبارح وصلت درجة الحرارة في القاهرة 37 درجة، متوقع عليها النهاردة 38 درجة، ما بين 38 و39 درجة على القاهرة العظمى النهاردة. لكن إن شاء الله الأيام اللي جاية هيكون أفضل بإذن الله. بكرة تنكسر الموجة بانخفاض طفيف في درجة الحرارة، توصل ما بين 36 و37، وهتكون 35 خلال الأيام اللي جاية حتى بداية الأسبوع اللي جاي بإذن الله كمان. يعني هتكون خلاص ذروه الموجه عدت اللي هو امبارح والنهارده. وفترات الليل برضو درجات الحراره ما بين 22 و 30 درجه مئويه، فما فيش بقى الطقس اللي احنا كنا بنوصفه مائل للبروده في فترات الليل ده، لا هيكون الطقس ما بين لطيف ومعتدل. الجمله دي اصلا وحشتنا الفتره الاخيره يا دكتور محمود. ما خلاص بقى احنا قعدنا نقول فين الصيف فين الصيف. لا 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 احنا ما قلناش والله، احنا لا والله الناس كتير قالت اتاخر، قال الصيف اتاخر، فيعني خلاص الحمد لله الربيع كتر خيره وعمل اللي عليه، هينتهي بعد 20 يوم. وبصراحه كانت معظم ايام فصل الربيع فيها اعتدال في درجات الحراره جدا. ما كانش في موجات شديده في درجات الحراره زي ما كنا بنشوف السنين اللي فاتت. ربنا يسهل ان شاء الله ويهون ويعدي برضه فصل الصيف ان شاء الله بدرجات حراره مش هنقول عاليه، ولكن طبعا نسب الرطوبه هي مشكله دايما فصل الصيف اللي بدانا نستشعرها شويه في الليل في الايام اللي فاتت. بدا يكون في ارتفاعات طفيفه في نسب الرطوبه. فيعني الفتره اللي جايه ما فيش طبعا ارتداء الملابس غير ملابس صيفيه، خلاص بقى كنا ساعات كنا بنقول فترات الليل موجود متاخر بالليل ياخد جاكيت معاه، لا خلاص نقدر نشيل الشتوي يعني خلاص. خلاص بقى رسميا كده نبدا نشيل الشتوي فعلا. طيب انا سالت حضرتك عن المغرب، لو حضرتك برضو تقول لنا بالظبط. طبعا هو المغرب الحمد لله جوها جميل جدا الفتره دي الحمد لله. خلال وقت الظهر النهارده درجات الحراره ما بين 30 و 32، انما فترات الليل ما بين 27 و 28 درجه. فيعني الاجواء طبعا هناك ممتعه جدا وطقس مستقر بشكل كبير، ما فيش امطار ان شاء الله النهارده. حلو جدا، ده على وشنا بقى ان شاء الله خير يعني. متفائل يا دكتور محمود؟ طبعا طبعا، يعني النادي الاهلي طرف لكل مصري اللي هو يثق في النادي الاهلي سواء جوه مصر او بره مصر. صحيح، معانا المباراه فين؟ ربنا يسهل الاحوال. دكتور محمود اخيرا معلش استفسار كده برضو، يعني بناء على التغيرات المناخيه اللي طبعا بنتكلم عنها كل فتره والثانيه، وحتى الموجات سواء موجات الصقيع في الشتاء او موجات الحر الشديده في الصيف، نوعيات وكواليتي موجات الحر بصفه خاصه بقت بتاثر بشكل واضح وصريح ومباشر على كتير من المحاصيل سواء خضروات او فواكه، وده لمسناه اكتر من مره في الكام سنه اللي فاتوا. هل من المتوقع ان برضو في الصيفيه دي تمر علينا النوعيات دي من الموجات، وخصوصا ان احنا يعني انت سامع اكيد العالم كله بيتكلم بقى عن المشاكل الغذاء والى اخره، فاحنا ما فيش حد في الدنيا في اي دوله عموما يعني حمل ان عنده محصول ما يفقده نتيجه ارتفاع او انخفاض شديد في درجات الحراره، فده متوقع الصيف ده؟ هو حضرتك طبعا التغيرات المناخيه اثرت على كل الفصول، فبالفعل مشكله دايما التغيرات المناخيه ان خلت بعض الموجات استمراريه تاثرنا ببعض الموجات تاثر على المحاصيل، سواء كانت موجات شديده البروده لاستمراريتها عده ايام بتعمل تلف لبعض المحاصيل، ايضا ارتفاعات درجات الحراره لعده ايام بتؤدي تلف طبعا بعض المحاصيل. فهو متوقع يعني ان شاء الله خلال صيف هذا العام ما يكونش مختلف بشكل كبير عن العام الماضي. العام الماضي طبعا كان فيه ارتفاع درجات حراره ونسب رطوبه، فان شاء الله مش هيكون فيه تغييرات كتير عن اللي شفناها العام اللي فات، لان العام اللي فات كان يعتبر مختلف شويه عن الاعوام اللي قبل كده. ما كانش فيه درجات حراره مرتفعه بشكل كبير الاعوام اللي قبل كده، كان ارتفاع نسب الرطوبه هو الشيء الاساسي في فصل الصيف، لكن صيف العام الماضي هو تجاوزنا ال 40 درجه في بعض الايام وده كان نادر الحدوث في فصل الصيف. فمتوقع برضو ان شاء الله خلال صيف هذا العام ان يكون التاثير في ارتفاع درجات الحراره اكبر شويه من تاثير ارتفاع نسب الرطوبه.
فان شاء الله يعني بجزئيه المحاصيل، فخلينا بس بتوزعهم ما يتكلموا في الجزئيه دي. السنه اللي فاتت لو حضرتك تفتكر يا دكتور محمود موسم المانجا شبه اتضرب، فاحنا خايفين كلنا ان يتكرر الصيفيه دي. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. شكرا دكتور محمود جدا، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك. انا عايزه اقول لك على حاجه بس والله، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس معلش يعني انا بس عايزه افهم مش اكتر والله. يعني اللي بيحب الصيف، انت بتصحى الصبح، اكلمك بجد انا ده احساس الصبح، الواحد بيصحى حتى هو جوه البيت ما بيبقاش فيه نسبه اكسجين، بيبقى الجو يعني قافل كده، بتعملي مجهود عشان وبتبقى مش طايق نفسك. طب يعني بيحبوا فيه ايه؟ والله نفسي اسال حد من محبي الصيف، او حتى ابعتوا لنا بتحبوا فصل الصيف ليه؟ كان زمان يعني يتحب غير البحر، يعني البحر بنحبه كلنا، بس ان انا اعيش في جو حر يا كريم. كان زمان مقدور عليه، كان ممكن يتحب، فاهمه ازاي؟ كان يعني ايه، درجات الحراره ما بتوصلش للارقام الفلكيه اللي احنا بنوصل لها دلوقتي. ممكن احنا بقينا بنتسلق دلوقتي بالمعنى الحرفي، اربعينات وحاجات زي كده. دي كانت اربعينات وانت طالعه ما تعرفيش لغايه فين، وفي دول عربيه درجات الحراره بتعدي فيها حاجه و50، بس احنا ما كناش كده، ما لناش دعوه. قربنا بقى من كده، يعني احنا بقينا قريبين الى حد ما من اجواء الخليجيه الصيفيه الحارقه، مش مجرد الحاره. فربنا يهون ويعدي. انا مكاني مش هنا والله. انا عايزه اتجمد لغايه الشتاء والله.